على طريق الإسماعيلية الصحراوية حملة متحركة للإدارة العامة للمرور لإلزام قائد سيارات النقل الثقيل بالحارات المخصصة لها، وحملة ثابتة لضبط المخالفات المرورية المتنوعة يصاحبها توعية قائد المركبات بأهم قواعد وآداب المرور. ركزت الحملة على الكشف على قائد المركبات لبيان مدى تعاطيهم المخدرات أثناء القيادة، الأمر الذي يسبب حوادث ويعرض حياة المواطنين للخطر. وقد نجحت الحملة في ضبط العديد من المخالفات وعدد من حالات تعاطي المخدرات أثناء القيادة. إدارة من خلال الأسبوع المروري بتقوم بحملات توعية بالإضافة للحملات اللي بتتولى ضبط المخالفات المرورية. بالنسبة للطرق السريعة عندنا بقى معظم فيها عليها عربيات نقل، بالإضافة لمناطق التحويلات، المناطق المسموح فيها بالسير بنقوم بحملات لمتابعة سير سيارات النقل في المسار المحدد ليها لسيولة الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح وتقليل نسبة الحوادث.